جميع سكان مدينة تطوان ساهموا في النضال الوطني وشاركوا إما بالعمل إما بالمال إما بغير هذا. هذا الرجل قدم لبلده خدمات لا حد لها، شغف بالنسبة لعموم السكان تطوان بالاهتمام بالتاريخ، فنلاحظ شيوخ أو شباب ما زال يستحضرون تاريخ المنطقة وروادها والأهم الأحداث التي جرت هنا. تطوان ساهموا في النضال الوطني وشاركوا إما بالعمل إما بالمال إما بغير هذا. فردت كثير من الأسر وتطوعات بهذا العمل. نذكر مثلا على سبيل المثال يعني أسرة أو شخصية عبد الخالق طريس، كذلك نذكر مثلا شخصية البنونة يعني كبيرهم مثلا المرحوم طيب بنونة، ثم أشقاؤه بعد كذلك الأمر بالنسبة للوزانيين وعلى رأسهم التهامي الوزاني، كذلك بالنسبة لعائلة شرفاء البركة وعلى رأسهم الحاج محمد بركة، كذلك الأمر بالنسبة لعائلة بن عبود. نربط بين شخصية المرحوم محمد بن عبود وبين باقي الشخصيات التطوانية الأخرى والتي كانت تحت غطاء حزبين مشهورين في مدينة تطوان، وقد ضم إليهما سكان هذه المنطقة. الإصلاح الوطني ثم حركة الوحدة المغربية، فبعد إعلان هذا الحزب بدأ نضاله تدريجيا يسمو ويرتفع ويقاوم، إلى أن عرفت مدينة تطوان أحداث 1948 التي انفجر فيها الوطنيون في مدينة تطوان، سواء من الحزب الأول أو من الحزب الثاني، والذي كان على إثره لجوء الزعيمين عبد الخالق طريس والشيخ محمد بن الناصري إلى مدينة طنجة. المرحوم محمد بن عبود ولد بمدينة تطوان سنة 1911 وترعرع في أحضان جو وطني سياسي مشحون بالغيرة على الوطن بصفة عامة وعلى المحلية
في تطوان بصفة خاصة. كانت دراسته بين أحضان رجال الحركة الوطنية سواء في الابتدائي أو في الثانوي، ثم بعد ذلك انتقل إلى بلاد الكنانة، إلى البلاد المصرية، والتحق هناك بالجامعة ودرس في مؤسساتها الجامعية، ونصب على تهيئ دروس ومحاضرات ورسالة التي أنجزها فيما يتعلق بالحركة الوطنية في المغرب. استقبله أساتذة كبار من الطراز الرفيع كالدكتور الصنهوري، هو الذي أشرف على رسالته ووضع لها مقدمة. وطبعا الصنهوري معروف بوطنيته وبعروبته، ويكفي دليل على ذلك أن رسالته للدكتوراه يعني كان لها صدى بعيد لا يقل عن صدى كتاب محمد عبد الله عينان وكتاب طه حسين وكتاب أحمد أمين. هذا الرجل يعني قدم لبلده خدمات لا حد لها، وشارك في سبيل النضال عنها في مناسبات، في مؤتمرات في مصر وفي لبنان، وكان يعني طبعا المصير المحتوم له بعد حضوره مؤتمر كاراتشي سنة 1947 عندما حلت النكبة بالطائرة التي كانت تقله من هناك إلى مدينة طنجة. هو ليس منزلا عائليا أو منزل للعائلة فقط، بل هو بالنسبة للوثائق المعروضة فيه وبالصور واللقاءات التي كانت تجرى منها التي تعقد هنا بهذه الدار من خلال حضور رواد الحركة الوطنية وزعماء الحركة الوطنية في الشمال وفي الجنوب، تشكل بالنسبة للإعلاميين وبالنسبة للباحثين وثيقة مهمة لاستكشاف ولدراسة تاريخ الحركة الوطنية بهذه المنطقة. تطوان ترحب بكل من تعرض لسوء، وأنا أتذكر أن مجموعة من الدور كانت مخصصة لهؤلاء المجاهدين الفدائيين من رجال جيش التحرير، منهم هذا المنزل، وكان هناك منزل في كديوة الشجار، وكان هناك منزل آخر في بوجراح. Thank you.
خلال الصور المعروضة ومن خلال قيمة الشخصيات الحاضرة التي كانت هنا تجتمع في هذه الدار، حضور مثلا رواد الحركة الوطنية في الجنوب مع رواد الحركة الوطنية بالشمال، يمكن للدارس أن يستكشف أو يستخلص مجموعة من العبر ومن الاستكشاف تاريخ الحركة الوطنية بالمنطقة. يكفي هنا أن نذكر لمحمد بن عبود يعني قضية تعتبر متميزة تاريخ المغرب الحديث، وطبعا فيها روايتان. الرواية الأولى وهي التي تتردد كثيرا أنه كان السبب في لجوء محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى الديار المصرية أثناء عودته من منفاه في طريقه إلى باريس عندما نزل بقناة السويس. هناك رأي آخر وهذا كتبه بنفسه الصحافي الشهير المصري محمد علي طاهر، فقد قال عن نفسه أنه هو الذي بعث ببرقية من عدن إلى القاهرة إلى أحد أصدقائه، والذي أرسل له تلك البرقية من عدن أخذها وقدمها للملك فاروق، ثم أعطى الملك فاروق أوامره فنزل الزعيم المغربي ودخل إلى القاهرة، وقال محمد علي الطاهر في كتابته أن الخطابي بعد أيام قليلة زاره في مكتبه في جريدته، وهي جريدة الشورى التي كان يديرها وينشرها. كانت تطوان طبعا هي منذ القديم وهي معروفة بالصحافة، ولكن مواضع تلك الفترات كانت متعددة ومتنوعة، وعندما حل زمن نضال المقاومة تحولت هذه الصحافة وتوجهت واستقلت بتتبع هذه الأحداث، فكنت لا تجد جريدة من الجرائد التي تصدر بمدينة تطوان إلا وتخصص أعمدة متعددة لما يجري إما في الدار البيضاء إما في الرباط إما في فاس إما في الجديدة إما في أسابي إما فيهما جميعا. كانت تغلق أثناء إلقاء الأخبار من إذاعة درسة تطوان، راديو درسة تطوان، أو من إذاعة طنجة الدولية، ولا زالت أصوات تلك المذيعين أثناء إلقائهم لتلك الأخبار عن المقاومة التي كان يعرفها المغرب لا زالت ترن في أذني. مفتوح للعموم، ولكن أظن بأنه لم يحظى لحد الآن بالاهتمام الإعلامي، بالحضور الإعلامي سواء من الإعلاميين المهنيين المشتغلين على مستوى البرامج الوثائقية أو بالنسبة للباحثين، لنظرا لأهمية الوثائق والصور واللقاءات التي تمت بهذه الدار. Thank you.
المزيد من الاهتمام بهذه المركز وبهذه الدار نظرا لقيمتها التاريخية ونظرا للقاءات التي كانت تجرى بهذا المنزل دار الشهيد بن عبود. Thank you.